اهلا بيكم في حلقه جديده معانا من طعم ولون. النهارده انا عايزه اعمل لكم صينيه بطاطس بالسجق البلدي، اعتقد انها هتبقى لذيذه وهتعجبكم. فتعالوا اول حاجه نشوف مقاديرنا ايه. انا معايا طبعا سجق بلدي، انا مقطعاه شويه يعني وسط علشان ما يبقاش شكله كبير قوي في البايركس. عندي 800 جرام بطاطس مسلوقه انا هرساها، في مستردة، جزر مقطع صغير، كرات متقطع صغير، اربع علب طماطم معلبه، باربيكيو صوص، زعتر مفروم، ملح وفلفل اسود، مستارده، نص كوب كريمه لباني، بقسماط للوش، ومعلقه صلصه. طيب الطاجن ده او طاجن السجق اللي بالبطاطس ده لذيذ قوي في ايه؟ ان احنا هنعمل طبعا السجق البلدي الاول لوحده او هنتبله وهنعمل له صوص بتاعه، وبعدين البطاطس المسلوقه دي اللي انا هرساها هزود عليها بقى شويه مستارده وشويه زعتر من المفروم وشويه كريمه لباني، هتدي لها طعم حلو قوي، وهتتحط على وش السجق البلدي بعد ما يستوي وادخلها الفرن. فهي سهله قوي، ما بتاخدش 5 دقايق. تعالوا اول حاجه هنعملها ان احنا عايزين نحمر السجق ونعمل صوص الطماطم بتاعه. هحط شويه زيت زيتون. اول حاجه انزلها على طول هي السجق عشان عايزاه ياخد لون على طول من السخونيه بتاعه الزيت. عايزه بس الزيت يسخن عشان لازم السجق لما ينزل تبقى الطاسه سخنه قوي وزيت سخن قوي عشان ما ينزلش ميته. انا عايزاه ياخد لون يعني يتحمر، ما ينزلش الميه اللي فيه. جرب كده ننزل شويه ونشوف. تمام. اديله تقليبه كده على النار عاليه. انا دايما يعني الحاجات اللي بشوحها او اللي هي الستير فراي دايما بتبقى على نار عاليه عشان الحاجه ما تنزلش ميتها، وتحطوا لها ملح من الاول عشان الملح بيسحب الميه برده فبيخليها تاخد لون بسرعه. شويه فلفل اسود. اول ما السجق يبتدي ريحته تطلع هبتدي بقى ازود الخضار بتاعي، انواع الخضار بقى بتاعتي. انا عندي كرات وعندي بصل. عندي كرات وعندي جزر. انا اسف، هنحط الاول الكرات. خدوا تقليبه برده كده مع السجق، السجق ياخد من طعم الكرات والكرات برده ياخد من طعم السجق. هحط بقى عليهم الجزر. زي ما قلت لكم انا دلوقتي كل اللي بعمله ان انا بشوح الحاجه كويس عشان لما تخش الفرن مش هتاخد وقت، لان البطاطس اوريدي مسلوقه فمش هتاخد وقت انها تاخد الوش ياخد لون، فلازم الحاجه تبقى جوه يعني جوه تبقى مستويه شويه نص سوا يعني على الاقل. اول ما يبتدي الجزر والكرات يتبلوا سنه هبتدي انزل بقى بقيه المكونات بتاعتي. هحط معلقتين باربيكيو صوص. باربيكيو صوص بيدي طعم مدخن حلو قوي في الطبق ده بالذات مع السجق، بيبقى طعمه حلو قوي ومدخن بيبقى خطير. هنزل الطماطم. معلقه الصلصه. هسيب بقى ده كله يتسبك مع بعضه يعني 5 دقائق 10 دقائق. تعالوا على ما يتسبك نجهز البطاطس اللي هنحطها على الوش. طيب يلا نجهز البطاطس اللي هنحطها على الوش. انا اول حاجه هحطها طبعا البطاطس، انا عايزه ابهرها واديها طعم ويبقى ليها قوام وطعم حلو قبل ما احطها على وش السجق في الفرن. فاللي هعمله ان انا هحط عليها شويه حاجات كده تدي لها طعم احلى. احط لها الكريمه اللباني او الكريمه، هحط معلقتين مستردة تقريبا، شوية زعتر مفروم، طبعا شوية ملح وفلفل. هنقلب كل ده كويس قوي مع بعضه، ودي البطاطس اللي هتبقى على وش الطاجن بتاعي في الفرن. ممكن لو تحبوا تحطوا لبن مكان الكريمة برضو اوكي، بس انا حسيت الكريمه هتدي طعم غني اكتر. كده كل حاجه جاهزه، البطاطس بتاعتي جاهزه والسجق كمان بصوص الطماطم جاهز. تعالوا بقى نحطهم على بعض.
اول حاجه هعملها ان انا هحط السجق بتاعي بصوص الطماطم بالكرات والبصل وكل الحاجات اللي انا حطيتها فيه دي. نفرد الطبقه بتاعته كده، وبعدين هنحط بقى على الوش طبقه من البطاطس. هتخش الفرن تقريبا 10 دقايق ربع ساعه بالكتير، مش هتاخد وقت لان كل حاجه مستويه والبطاطس مستويه، بس يا دوبك هتاخد وش. هحط لها شويه بقسماط على الوش دلوقتي وادخلها الفرن تاخد وش وخلاص خلصت. بجد ما بتاخدش وقت خالص خالص خالص، وطعمها حلو قوي. وهحط بقيه البطاطس كلها على الوش. طبعا لما تبتدي تسخن هي والكريمه هيبتدوا يغطوا الوش كله. وهحط شويه بقسماط مفروم، وهدخلها الفرن لمده 10 دقايق بالكتير هتبقى جاهزه. طبعا انا كنت عامله وقت قبل البرنامج عشان وقت البرنامج. تعالوا نطلعها وندخل دي مكانها. صينيه البطاطس بتاعتي بعد ما خلصت، السجق البلدي، ونطلع فاصل وارجع لكم نعمل مع بعض سلطه الفول الحراتي. خليكم معايا. ورجعنا لكم بعد الفاصل، ودلوقتي انا خلاص طلعت طبعا البايركس السجق اللي بالبطاطس. عايزاكم برده تبصوا عليها بصه، هي كده خلصت خلاص. حطيت بس على وشها شويه بقدونس. تعالوا بقى نعمل مع بعض سلطه لذيذه جدا، وهي سلطه الفول الحراتي. سلطه الفول الحراتي سهله وبسيطه، ما بتاخدش وقت، مغذيه جدا جدا جدا، فيها مقادير لذيذه. تعالوا الاول نشوف مقاديرنا ايه ونعملها مع بعض. اول حاجه طبعا انا معايا فول حراتي، معايا لوز صحيح متحمص، في فلفل احمر مشوي عليه شويه زيت زيتون، في معانا نص حزمه بقدونس مبشوره، في جبنه بارميجان، زيت زيتون، وخل عنب احمر. الموضوع في منتهى البساطه ان انا هخلط المكونات دي كلها على بعض، وكده تكون السلطه خلصت. احط الفول حراتي، احط الفلفل المشوي اللي بيبقى بزيت الزيتون ده او محفوظ بزيت زيتون، طعمه ألذ بكتير جدا من الفلفل العادي، فجربوه في السلطات هيعجبكم قوي. حط شويه خل العنب، جبنه بارميجان، واللوز المحمص، شويه بقدونس. اقلب كل ده على بعضه. زي ما انتم شايفين الوانها لذيذه، وبجد زي ما قلت لكم قبل كده العين بتاكل قبل بطننا، فكل ما هتحطوا اكل لذيذ الوانه كتير كل ما هتلاقوا اقبال عليه اكتر. كده السلطه بتاعتي جاهزه، خلينا نحط خريفها. نحط السلطه، الوانها لذيذه قوي، ريحتها خطيره. خلي العنب ريحته حلوه قوي مع الفول الحراتي مع البقدونس اللوز، وخلينا كمان نحط على الوش شويه بارميجان تاني مبشوره. حلوه قوي. وكده انا النهارده عملت معاكم سلطه الفول الحراتي اللي بالفلفل المشوي، وعملت معاكم كمان بايركس السجق البلدي اللي بالبطاطس. عايزاكم طبعا تجربوا الاثنين وتقولوا رايكم فيهم ايه، واشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله من طعم ولون.